من الاسم. بس هو من الاسمين ليش تركب لك السلام عليكم. السلام. صباح النور. مرحبا. كيف الاثمنه الصباح هذا؟ الاثمنه خويا خيزو كاين 4 دراهم. الفوطه راه كاين حتى هما نقول 4 دراهم 5 على حسب الجوده وعلى حسب الكاريشي. والخضره الاخرى راه كيف ديما ماطيشه شويه زايده واحد شويه اليوم. راس الصبحه ماطيشه غالي اليوم. اخويا ديال اكادير ولكن ماطيشه دابا لومبالاج كي تا هو كيلعب دور. اللي كيتفتح لومبالاج كتزاد واحد شويه واحد 10 دراهم 20 درهم كتراوح ما بين 10 دراهم 20 درهم كل نهار والثمن ديالها. الحقوق شحال الثمن ديالو؟ الحقوق اخويا كاين فيه تا هو على حسب كاين النقلاده دايره 8 دراهم وكاين العاديه 6 دراهم. كيفاش النقل زعما؟ النقله كتكون جديد. كيكون جديد. يلاه الجنيه الاولى. الجنيه الاولى بحال هكا كتكون الجنيه الاولى خضر الجنيه الاولى كيكون بحال هكا الجنيه الاولى. وكيتكون الجنيه الثالثه كيطيح الثمن شويه بواحد 4 دراهم 5 على حسب الكاليتي وعلى حسب اللون والجوده ديال السلعه. هادشي اللي كاين. لي شو خويا اليوم كاينه في المارشي 3 دراهم جمله ولكن الصندوق ياك كيتخاد الكيلو. الكيلو حنا كنشريوه الكيلو شدينا ب 3 دراهم كنبيعوه هنايا ب 4 4 ونص 5 دراهم على حساب الكليان وهذا لا خلط لك شويه السلعه ديالك السول هذا الشيء ما كديرش معاه حساب هادشي اللي كاين بالنسبه اللفت بالنسبه للفوته كلهم ثمن واحد كيبقى الاثمنه ثمن واحد. شنو الفرق بيناتهم كنشوف الفرق هذا عنده دور ديال النكهه ديالو الصفر عنده النكهه ديالو والبيض تاعو عنده النكهه ديالو بالنسبه للمحفور تاهو كيكون عنده النكهه ديالو وبالنسبه لي انا كنفضل الابيض مزيان لكلشي كيمشي لكلشي الصوبال الكسكسو الناس فهمتي على حسب بالنسبه للبيض مزيان فيهم كلهم اما بالنسبه للفوته الاخرين ضروري كتكون شويه الزواقه وهذا والاثمنه كتختلف على حسب الجوده راه كاين اللفت دابا في المارشي كاين غير بواحد درهم ونص كيبيعوا فيه الخضاره هنايا ب 3 دراهم وكاين اللفت زوين حبه حبه مزيان ديال 3 دراهم جملة 3 دراهم 3 ونص هادشي اللي كاين. بالنسبة للفول الفول اخويا الفول دابا الوقت ديالو ولكن طلبوا الله اخويا رحمنا لان الشا هو داكشي مع الفول والجلبانة غداو يقلوا شوية كاين ديال البور سلعة البور دابا ما كايناش كاينة غير ديال السقوية الشتا والفلاحة حتى هما الله يحسن عون ديالهم كاين مازوط يومين يسقيو ويومين لا كتكون شويه السلعه منغوزه شويه اما بالنسبه للفول الفول كاينه 5 دراهم 6 دراهم الجلبانه كاين 12 درهم 13 كاين 10 كله على حسب الجوده ديال السلعه بالنسبه للخيزو احنا هضرنا عليه قبيله خيزو شويه اليوم زايد واحد شويه كيكون زايد بالنسبه للخميس ديال البلاد مزيان ولا هذا ديال جيجو احسن منطقه ديال احسن منطقه ديال بالنسبه لي انا في خيزو وهي كيكو ديال كيكو كتكون زوينه ديال دكوالا كيكون شويه هو مزيان ولكن فيه شويه القلب والزرقيه شويه داكشي علاش بالنسبه الحمراء القرعه الحمراء خويا كاين 10 دراهم ذاك الاسبوع كانت القرعه شويه ما يعني كاين 10 دراهم الجوده شوف الجوده ديما كتكون عند البقال هذه ما نهضروش عليها ديما الجوده كتكون عند عبد الخضار كيفاش كتعرفوها مزيانه ها قبل ما كتشريوهم من المارش يعني كيفاش كاين الناس كتعامل معاهم بالنسبه للمليح
هو كيقول لك العمى باش كيعرف المليح بالثمن. الثمن كاينه قرعه ب4 دراهم، اه كاينه ب4 دراهم وكاينه ب7 دراهم. شوف انت ولي شنو بغيتي، بغيت تاخذ قرعه 4 دراهم خذها، بغيت تاخذ ديال 7 دراهم خذها. شوف الخضار الكليين ديالو كيف دايرين، واش كيبغيو المليح واش كيبغيو داك الشيء عادي احياء شعبيه. شوفك على حسب، فهمتي؟ بالنسبه لي انا خويا كنجيب القرعه ديال 7 دراهم، 7 دراهم ونص. بالنسبه للكليان ديالي كنحسبها لهم ب 10 دراهم، زوينه كتعجبهم وكيقول لك جيب لنا قرعه مليحه. الا جبتي لهم عيانه شويه ما كيبغيوهاش. هذا ما كان. البطاطا خويا، البطاطا خويا ديال الدكالة دايره 2 دراهم في المارشي 42 44. ديال الولاد الزيان، ديال الولاد الزيان دايره 4 دراهم 76 7 ريال ديال القليان. بالنسبه للتسقاط ديالها كاينه 3 دراهم، وكاينه بطاطا 100 ريال ديال القليان، 100 ريال ديزيري، ديزيري كيقول لها ديزيري 100 ريال. وكاينه العاديه هنا، عاديه بطاطا عاديه ديال الدكاله 3 دراهم، 3 الخضر كاين شي خضر كيجيبها القيه زوينه كيبيعها ب 3 ونص. هادشي اللي كاين. البصله خويا كتراوح ما بين 190 80، هادشي اللي كاين. 100 ريال المهم زاقيه في 100. خضاريه طالع في الثمن. بالنسبه للخضره ديال الكسكسو قلت شي شويه نازله شويه بين وبين على حسب. المهم بنادم راه عايش وصافي والحمد لله، كيف ما كان الحال كتبقى خضره فوق من طعام وصافي. بنادم راه كيلبق وصافي. الفلفله، الفلفله خويا هادشي اكادير، هادشي اكادير اكادير دابا حاليا. الماطيشه والخيار والفلفله وكلشي اكادير، فهمتيني؟ كاين مطيشه كاين المليح دايره 4 دراهم جمله، بالجمله 4 دراهم جمله. الخضار غادي يحاول يبيع لك واحد 6 دراهم. بالنسبه للخيار كاين 100 حتى هو 7 دراهم. بالنسبه للفلفله كاينه 100 ريال حتى هي 7 دراهم. الدنجال لاصير حتى هو داير 100 حتى هو 7 دراهم. الكابي 6 دراهم. هاد النيوره كناخذوها حنا ب 6 دراهم، 7 دراهم، كدوزها هنا ب 8 دراهم، كتلعب على 2 دراهم ديالك، كتلعب على 2 دراهم ديالك 10 صاير و 3 ريال بنادم يلاه كيدير بهم مصاريف وهادشي. هذا ما كان. شكرا والله يصوب. مرحبا خويا، مرحبا خويا، والله يسعد الصباح. مرحبا. والله راه السلعه راه باينه. مرحبا. مرحبا مرحبا. بالنسبه باش تقول للناس يجيو يتقطعوا عندك ولا بلا ما تذكر. مرحبا بكل فرح. انا هنا كن انا غير عشوائي، ما نقولش لك اودي عندي حانوت، انا غير واحد ما عنديش. ندير واحد لايف، انسري واحد لايف انا ماشي مشكل نصرفوك. القوق 8 دراهم. بالنسبه للبلاصه هنايا سميتها حي القدس، الزنقه 3. هنا كنجي في النواحي ديال السوق، كيقول لي سوق الدبان، جامع فاطمه الزهراء. كنكون الناس اللي بغاو يتقداو عند الشلاوي محمد، الشلاوي محمد مرحبا بيهم. ألف مرحبا. تبارك الله وتبارك الله. مرحبا 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 خويا، مرحبا وألف مرحبا. شكرا كنشكرك. العفو.